تحدث مع الله، تحدث إليه، أخبره بصعوباتك، أخبره بالتحديات التي تواجهك، أخبره كيف تعاني، أخبره بما تمر به، تحدث معه، البكاء له، التواصل معه، إنه رب العالمين، فهو من يستطيع التصحيح كل شيء لك. عندما نفكر في أنفسنا بعمق بشدة، ثم سوف نفهم ذلك. الله هو الواحد، والله هو الذي يجب أن نلجأ إليه، لأنه لا يبتعد عنا.